وقل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. هذه الآيات الأخيرة في إيش؟ الصفة من صفات الله هي صفة إيش؟ التجلي، أن الله يتجلى لعباده فيرونه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات وفيها قول الله جل وعلا أيضا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب هؤلاء أعداء الله جل وعلا فأولياءه يرونه أو لا يرونه، هذا من النعيم، بل أعظم نعيم الآخرة. وانظر كيف حرموا مثل هذا، أعظم نعيم الآخرة النظر إلى الله جل وعلا، كما جاء في صريح صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فما أعطوا أعظم، تكلم عن أهل الجنة، من نظرهم إلى الله جل وعلا. نسأل الله لنا ولكم.